بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآن والقراءات. فضل الله عز وجل تعلمنا وقرأنا عن طرق حفص، وعرفنا أنه وردت يعني روايات كثيرة من طرق عديدة، وكثير من الإخوة الحمد لله يعني في إقبال، ولكن هم عايزين يسمعوا أكثر أداء أكثر. اليوم إن شاء الله إحنا معنا كوكبة من المشايخ، إن شاء الله هنقرأ الربع الأول في البقرة جمعا بجميع طرق حفص بمراتب المدود التي هي في كتاب النشر، ورواها ابن الجزري بالأسانيد التي في كتاب النشر. إن شاء الله نبدأ القراءة، ولو حد إن شاء الله يعني حابب إن هو يتابعنا يفتح المصحف ويحاول يقرأ معنا أو يسمع معنا. إحنا إن شاء الله هنقرأ، يعني كل مرة أنا كنت بقرأ وأعلق وأشرح، المرة دي إن شاء الله هنقرأ يعني بدون تعليق بدون شرح إلا عند الضرورة. فإن شاء الله نرحب بالمشايخ، مرحبا بكم. فإن شاء الله نبدأ من أول الفاتحة ثم البقرة في الربع الأول. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هي طبعا الوقف على كلمة عليهم، يعني احنا ممكن نقف وإن كان الوصل أولى وأحسن وأتم في المعنى، لكن يجوز الوقف لطول الآية، فمن كان نفسه لا يساعده ممكن إن شاء الله نقف صراط الذين أنعمت عليهم وأبدأ غير المغضوب عليهم، وخاصة هذه آية عند أهل المدينة، فالوقف إن شاء الله يعني لا بأس فيه وإن كان الوصل أحسن وأتم. نعم، نبدأ أول البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من
ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قالوا إنما نحن مصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. نجيب الغنة على رتبة 4 كده. تمام، نجيب 5 بقى. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء قالوا أنؤمن كما آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون ألا ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون نجيب الغنة ولكن ولكن لا يعلمون خمسة وستة ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم
إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم. أربعة وأربعة. اثنين وأربعة. الأول جبنا أربعة واثنين. جيب بقى أربعة وأربعة. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. أو كصيب من السماء ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم. ستة مع اثنين. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يجعلون أصابعهم في آذانهم من
من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وإذا أظلم عليهم قاموا كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا أربعة وأربعة كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا أربعة وستة كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا عليهم قاموا ولو شاء خلاص ولو شاء ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم خد بالك يا أحمد أنت بتمد تبدأ خمس ابدأ أربعة كل ولو شاء أربعة بعد كده خمس وبعد كده يلا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم خمسة. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء ممكن نقف على بناء على أساس الآية طويلة ممكن نعمل هنا وقفة يعني الذي جعل لكم الأرض هتبقى خمسة الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هات خمسة. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فأخرج به. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ولهم فيها أزواج وهم فيها خالدون. أحسنتم، بارك الله فيكم. هكذا يتم جمع القراءات، واليوم جمع طرق حفص بجميع مراتب مدوده من جميع طرقه التي في النشر. الأمر إن شاء الله سهل يسير كما سمعتم. بنبدأ يعني حركتين في المنفصل مع أربعة في المتصل، ثم اثنين مع ستة، ثم ثلاثة وستة، ثم أربعة أربعة، ثم أربعة وستة، خمسة وخمسة، خمسة وستة. سبع مراتب للمدود عند حفص، وردت نصا ورواية وأداء عنه. هكذا سبحان الله، يعني نجد القرآن سهل يسير، وكل مرتبة إذا قرأت يعني من أولها إلى أخيرها كذا في الصلاة لها نغمة ولها حس ولها أداء ولها ذوق وغذاء للروح غذاء للنفس. أسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بالقرآن، وأن يزيدنا علما وأنفعنا بالقرآن، واجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.